كشف طارق يحيى المدرب العام لفريق الزمالك أن الجهاز الفني قرر ضم أيمن حفني لمعسكر الفريق المقرر اليوم الأربعاء بالتجمع الخامس بعد أن قارب على إنهاء برنامجه التأهيلي، وأضاف أنه تابع اللاعب خلال تدريباته بالجيم وكان سعيدا بتقدمه كثيرا، ومن المتوقع أن ينضم إلى التدريبات الجماعية السبت المقبل. هذا ومن المقرر أن يخضع ثنائي محمد إبراهيم والغاني بنيامين أتشمبونغ لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية بالنادي خلال فترة المعسكر، على أن يحدد طبيب الفريق أسامة محمد موعد عودتهما للتدريبات.